التاسعة ليلا بتوقيت طرابلس، نشرة الأخبار من قناة ليبيا الأحرار، أهلا بكم. قال شهود عيان إن مسلحين يقومون بمحاصرة مقر كتيبة شهداء 28 مايو في بني وليد ويقصفونه بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وحمل ثوار في الكتيبة المسؤولية كاملة للمجلس الوطني الانتقالي لكونه لم يرسل قوات الدعم التي وعد بها سابقا إلى المدينة بعد اشتباكات سوق الجمعة الأخيرة، ودعوا ثوار ليبيا إلى مساندتهم. ومعنا في الاستوديو الباحث والأكاديمي الشيخ خالد الورفلي للحديث عن هذا الموضوع. شيخ خالد، أولا يعني أنت تنتمي إلى بني وليد، نعم، ولديك اتصالات لربما لنطلع معك على حقيقة ما يجري هناك، ما الذي وصلك؟ نعم، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اتصلت تقريبا في عصر هذا اليوم مع بعض الإخوان في مدينة بني وليد، وبالتحديد دخل كتيبة 28 مايو، وكنت أستمع حقيقة إلى إطلاقات الرصاص، وكان نوع من السلاح الثقيل. كنت أصبر الإخوان، جريت كثير من الاتصالات، كانت بالنسبة للإخوان اللي في الكتيبة كانت الذخيرة تنفذ، فكان الوضع حرج يعني. كذلك الشباب اللي داخل مدينة بني وليد ما عندهم اتصالات جيدة مع من هم في داخل الكتيبة. وصلتنا بعض الشهداء، بعض الضحايا، نحاول بقدر خلال الساعات الماضية أن نحتوي الموضوع بكامله، لأن القضية ليست هي في الاقتتال، وإنما القضية كيف تحوي هذا الاقتتال، وكيف أول شيء تعمل على إيقاف هذا الاقتتال دون الحديث عن أعلام خضراء أو كذا أو إلى غير ذلك يعني، أو حتى ذكر بعضهم لعل ذكر بعض الأسباب أو المبررات التي بين قوسين يعني تكون غير مبررة لعملية اقتتال يعني، سواء كانت نزاعات داخلية أو أرض أو إلى غير ذلك. الآن الجهود تنصب إلى وقف هذه الدماء هكذا بالتحديد يعني. الشيء الآخر، الله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، جاء فاء التعقيب وجابها بالأمر فأصلحوا. فينبغي على كل من له علاقة داخل مدينة بني وليد من الوجهاء وكبار السن وحتى النساء أن يخرجن لتلك الجهة وأن يقفن القتال، لأن هذا قتال دائر بين الأبناء. فقضية الإصلاح هي تكون هذا الأمر معهود على أهالي بن وليد ومن حوله ومن حولهم ومن له علاقة أو صاحب مسؤولية داخل المؤسسة الليبية، سواء في المجلس الوطني الانتقالي، في الحكومة الانتقالية إلى غير ذلك، أن يسارع ويبادر. حتى الله تعالى قال: فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل. هنا يأتي دور القضاء ويأتي دور التقصي، حتى إن فات هذه الفئة أو المقتتلين فينبغي الحكم بينهم بالعدل. ونلاحظ أستاذ نبيل قال طائفتان من المؤمنين، يعني كلاهما من المؤمنين، ما قال هذه جردان وقال هذه كفار، ما قال هذو مسلمين. فهذا اللي الآن تقريبا يحدث في مدينة بني وليد، وأنا أتمنى أن نحكم العقل، نحكم الحكمة، تكون عندنا نوع من التروي في هذه المسألة وفي التعامل مع مثل هذه المشاكل ونظائرها. دعنا يعني نطلع على حقيقة ما يجري في بني وليد. معنا الآن عبر الهاتف محمد بشير، رئيس المجلس المحلي لمدينة بني وليد. سيد بشير، أطلعنا على الحقيقة، ما حقيقة ما يجري لديكم في بني وليد؟ هل هي رواية أزلام أم اشتباكات داخلية كما روت بعض الروايات الحكومية في ليبيا؟ لا توجد. السلام عليكم، أترحم على شهداء ثورة 17 فبراير، وأترحم على شهداء مذبحة بني وليد. اليوم عدد كبير من ثوار ليبيا الذين قادوا شاركوا في تحرير ليبيا وشاركوا في معارك في مناطق مختلفة، هجموا اليوم بطريقة غجرية، مع العلم انهم قد اعطوا امان امس ان لن يكون هناك اي تحرك ضدهم، ومع ذلك مع الاسف الشديد تم مهاجمه كتيبه الشهداء 28 مايو، و سقط عدد من الشهداء وعدد كبير من الجرحى بنفس الكيفيه اللي تم تنفيذ بها جريمه 28 مايو، نفذت بنفس الكيفيه اليوم. هل اسمينا الامور بمسمياتها سيد بشير؟ يعني تقول تحرك وهجوم، من تحرك؟ من الذي هاجم حتى نعرف؟ من يملك سلاح 14 ونص وحراريات و
رشاش اغراض عامه ورشاش تكتيكيه. من الذي يملك 14 ونصف وحراريات في بني وليد؟ بطبيعه الحال لانك الا الا الا, إلا, إلا بقايا بقايا نظام القذافي. هؤلاء هم نفس المجموعه التي كانت تقاتل عندما كان سيف القذافي متحصن ببنيده، نفس المجموعه التي قاتلت اليوم، ونفس الاسماء ونفس الاشخاص ونفس الوجوه. اذا يعني هذه ليست جديده. يعني لا اذا تؤكد سيد محمد بشير رئيس يعني المجلس المحلي لبني وليد، هل تؤكد أن هذه الاشتباكات كان من هاجم الثوار في مقرهم بكتيبة 28 مايو هم أزلام للقذافي في بني وليد؟ هل تؤكد هذا الأمر؟ بكل تأكيد وبكل تأكيد أؤكد هذا الأمر، وأؤكد حتى الأسماء التي شاركت، وأسماء جزء منها من ضمن اللي شاركوا في الهجوم اليوم هم أسماء تم القبض عليهم في شبكات في جبهات القتال، وتم إطلاق سراحهم بالذات من غريان. هذه المجموعة جزء منها تم إطلاق سراحها، بعد جزء منها تم القبض عليها بعد تحرير بن وليد، اثناء تحرير بن وليد وحولوا الى غريان، ثم بعد ذلك اثناء التحقيقات الاوليه تم اطلاق سراحهم. هم نفس المجموعه ونفس القيادات ونفس الاشخاص. الحقيقه ان انا استغرب كيف يشاع ان هناك سلاح قبلي. من هم في داخل كتيبه شهادات 28 مايو ينضمون الى كل قضايا بن وليد، والذين هاجموا هم معروفين، هم اشخاص ينضمون الى كتائب القتالي. هؤلاء قتله وهؤلاء مجرمون. هل هؤلاء المنتمين إلى كتائب القذافي سيد بشير هل هم من أبناء المدينة أم من خارجها أم من الاثنتين؟ هنا المعلومات المتوفرة لدينا بكل تأكيد هي جزء كبير منهم من سكان المدينة، وهناك أيضا من غير سكان المدينة، هناك من شارك في العمليات قبل 3 أو 4 أيام في عمليات التحرش أم من تاورغة، وهناك معلومات أكيدة تؤكد أن هناك من قبائل مناطق القريب. سيد بشير نحن هنا الآن كمشاهدين ومتابعين أمام تصريحين، تصريح من حضرتك وأيضا تصريح للحاج مبارك الفطماني عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق عن بني وليد وهو أيضا قائد كتاب الثوار، وتصريح مخالف لتصريحاتكم وهو لوزير الداخلية فوزي عبد العال، يعني تابعناه في القناة الرسمية، يعني نفى أن يكون هناك أزلام للقذافي وراء هذه الاشتباكات في بني وليد، نفى أن أعلاما خضر رفعت في بني وليد، نفى أن تكون بني وليد تحت سيطرة أزلام النظام، وقال عذرا وقال إن هذه الاشتباكات هي بسبب خلافات بين أشخاص بني وليد على تعويضات مالية تدفع للأهالي الذين تضررت بيوتهم. كيف ترد على هذا التصريح لوزير الداخلية؟ يا سيدي أنا شاهد يعني أنا اليوم كنت في بني وليد وكنت موجود في داخل بني وليد، وايضا اجهزه الاتصال اللي تم السيطره عليها من قبل الكتائب، الكلام اللي يقال فيها نفس الشعارات الكفريه اللي كانت تردد. بالنسبه للسيد وزير الداخليه لا اعرف، هو حسب الكلام اللي يقيل انه هو المعلومات المتوفره لنا، وانا شخصيا ساطالب من هذه اللحظه بالتحقيق في هذه القضيه في من اعطى هذه المعلومات. طيب بماذا تفسر تصريحات وزير الداخلية فوزي عبد العال؟ يعني لا نتحدث عن شخص عادي، نتحدث عن وزير داخلية. أنا لا أتكلم بلسان وزير الداخلية، ولكن أنا كتائر أعتقد بحقي في التحقيق في هذه المزاعم، ومن كان وراء هذه المزاعم، ومن كان وراء سبب في إيصال هذه المعلومة للسيد الوزير، أن نفس الشخص اللي كان سبب في الفتنة الأولى في بن وليد، وأنا أحمل هذا الشخص وسأرفع قضية في الصباح الباكر. عضو المجلس الانتقالي الليبي اللي اوصل هذه المعلومات للسيد وزير الداخليه بهذه الكيفيه، واللي اعطوها السيد وزير الداخليه ادلى تصريحات. طيب سيد بشير، ومع ذلك وزير الداخليه قال ان هذه المعلومات المتوفره لنا، عندما توفر المعلومات الصحيحه او المعلومات غير ذلك سيقولها. طيب سيد بشير لماذا يكون في بني وليد انصار للقذافي من الاساس؟ انا لا استطيع ان اجيب على هذا السؤال. هذه قضيتي انا شخصيا. أنت رئيس المجلس المحلي للمدينة سيد بشير. القذافي موجودين في كل مكان، ليس في بني وليد ربما، لكن ليسوا جميعا من يهاجمون مقر كتيبة ويقتلون ويصيبون العشرات سيد بشير. هذا 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 مخطط. أنا لا أريد أن أدخل في 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 في, في توجهاتهم هي، لكن ما أريد أن أقول أن هذا الشيء موجود، ونحن نتعامل مع هذه القضية. المعلومات المتوفرة لنا نتعامل مع هذه القضية من أكثر من أسبوع، وهناك إشارات كانت حدثت من ضمنها وقف الدراسة في كلية طيب. في كلية طيب لأعود إلى عملية الهجوم سيد بشير، حدثنا عن تفاصيل وطبيعة العملية، متى حدثت، كيف كانت، بأي الأسلحة، أين هم الآن؟ هي بدأ
عمليا التحرش بالكتيبه بدا في ساعات حوالي الساعه 11، بعد بدا الهجوم حوالي الساعه 2 بالضبط، عند الاسلحه اللي استخدمت من قبل الكتائب هي اسلحه حراريه. اي كتائب؟ لان الكتائب كثرت حقيقه، كتائب التي لا تزال تحلم بالقذافي، اليس كذلك؟ لا 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 لا، ليس هذا ما اريد ان اتكلم عنه، اريد ان اتكلم عن حقيقه موجوده، ان هناك من يريد ان يزعزع الامن والاستقرار في ليبيا، وهذه هي الازلام القذافي. انا لا طيب. لا اريد ان ابحث عن قذافي وابحث عن، لكن هذه الاسماء وهذه المجموعات هي متورطه بعمليات قتل وعمليات سرقه وعمليات نهب في مناطق في مدن ليبيا ثانيه، وهي تريد ان تفتح في ليبيا الى الهاويه. طيب، لكن نريد سيد بشير ان نعرف تفاصيل ما جرى. يعني خرج علينا الحاج مبارك الفطماني قائد كتائب الثوار في بني وليد وقال بان بني وليد تتعرض لاباده، من حقنا ان نعرف ما هي هذه الاباده، يعني كيف حصل الهجوم؟ لا انا خليني، انت تريد ان اتكلم انا او تريدني ان اجيب عن غيري؟ نريد أن نعرف ما يجري. أنا كشاب عيان قلت لك تمت محاصرة الكتيبة وتم استخدام ال 14.5 والأسلحة المضادة للدروع، وأما قضية الإبادة إذا اعتبرنا أن إبادة شباب في الكتيبة فهذا تعتبر إبادة، إذا كانت تعتبرها، لأن فعلا ما تم أن حدثت هجوم على كتيبة بعد ان اعطت الكتيبه ضمانات انها لن تخرج من مقرها. طيب، وتم قتل ما يمكن قتله من الثوار بدم. كم عدد الذين قتلوا وجرحوا السيد بشير؟ اريد ان اختم كلامي بهذه الحادثه. نحن لا زلنا نتذكر حادثه 28 مايو. اليوم احد الجرحى، واحد من الجرحى، بعد ما هم واخذين وخلف سياسه الاسعاف جاءوا ليحرقوه، جاءوا وجابوا النار ليحرقوه. طيب سيد بشير، أعطنا أرقاما لو سمحت، كم عدد من قتل وأصيب في الطرفين حتى أقل شيء نمسك في أرقام؟ يعني أنا ما توجد الأرقام الموجودة عندي أكثر من 25 بين قتيل وجريح من قبل الثوار، بينما هناك عدد كبير من الثوار لا يزال أمرهم غامض بالنسبة لنا. عدد من الثوار تم هم في باب النجاح حاليا، لكن العدد الأكبر من الثوار اللي كانوا متواجدين في مقر الكتيبة نحن لا نعلم عنهم معلوماتنا. هل أتتكم تعزيزات غير دقيقة سيد بشير؟ أما بالنسبة لعدد القتلى يتراوح بين 25 بين قتيل وجريح. هل أتتكم تعزيزات من ثوار المدن المجاورة، من الحكومة الانتقالية، من المجلس؟ لا الآن كل التعزيزات المطلوبة لعودة الوضع الطبيعي في بني وليد هي في طريقها إلى بني وليد، جزء من بعض من كتائب الثوار وكتائب الجيش الوطني هي قريبة جدا من بني وليد. سيكون العمل باعتبار ان احنا في اخر الظلام، سيكون العمل مع بدايه الصباح. هذه المجموعه التي هاجمت مقر الكتيبه، يعني هل هاجمت وبقت ام هاجمت وفرت الى نقطه تجمعها؟ اين هي الان؟ هي ليست بقوات منظمه بحيث انها تتحرك في كوائن، هي مجموعات تتحرك في مجموعات صغيره، لكن ما جمعها اليوم انها جمعها مقر الكتيبه باعتبار انه يوجد في منطقه معينه، جمعها هذه الكتيبه، لكن معظم المتواجدين حاليا جزء منهم لا يزال في الكتيبه بعد تم السيطره عليها من قبل الكتائب، وجزء منهم رجع في الاماكن التوزيع السكاني اللي هو موجود فيها اصلا. اشكرك جزيلا رئيس المجلس المحلي للمدينه.